لإحيائهم للموروث الثقافي الذي تزخر به ولاية نزوى، جسد طلبة قسم العلاقات العامة بكلية العلوم التطبيقية بنزوى رسالة مشروع تخرجهم لهذا العام بالإشراف على تنظيم برنامج نزوى المأوى والمهوى الذي بدأ بلوحات مما تزخر به الولاية من فنون الرزحة والعازل. جاء هذا الاحتفال لنا نحن كطلاب من ضمن مقرر اللي هو المقرر التطبيقي لنا حتى نتحدث عن هذا الحدث ونترجمه في أرض الواقع، واللي هو الاحتفال بنزوى عاصمة الثقافة الإسلامية، وكانت له عدة جوانب وتعرفنا على تخصصنا من مختلف الجوانب، ليس فقط نظري وإنما تطبيق في أرض الواقع، وهناك العديد من الأشياء اللي نحن اكتسبناها وتعلمناها. تفاعل الحضور مع المشهد التراثي واستعذبوا الأداء الجميل لفرق الفنون العمانية بالولاية في جو بهيج ترجم الاهتمام بكل مكونات الماضي العريق. هذه الفعالية جاءت كرد دين لنزوى بعد 5 سنوات قدمتها لنا نزوى من الدراسة، فكان لابد لنا في آخر سنة لنا وفي سنة التخرج أن نقدم لها ولو القليل، فجاءتنا الفرصة بأن نزوى توجت عاصمة الثقافة الإسلامية، فهذه فرصة لنا كطلاب علاقات عامة للاحتفاء بها والاحتفال بها ومشاركة أهل النزوة هذه المناسبة الجميلة. طبعا هذه الاحتفال ضمن الخطة الدراسية لمقرر Public Relations Practice، يعني ممارسة العلاقات العامة، فنحن هنا مارسنا العلاقات العامة كمحترفي علاقات عامة أو كموظفي علاقات عامة. وفي محطة أخرى من محطات البرنامج كان المعرض المتنوع حاضرا بأركانه التي ضمت الفنون التشكيلية والصورة التي نقلت حديث العدسة، وهي تقدم رسالة للمفردات التي تزخر بها ولاية نزوى، مفردات الإنسان والزمان والمكان. اكتشفنا نزوى من خلال التصوير، اكتشفنا نزوى من خلال الهيئات أو أقصد الوثائق والمحفوظات الموجودة فيها، اكتشفنا نزوى من خلال المعالم الموجودة فيها تراثيا، الثقافة المخزونة، مخزون الثقافي اللي عندهم من خلال العلماء والتاريخ الموجود في نزوى. نزوى المأوى والمهوى برنامج نظمه طلبة العلاقات العامة بكلية العلوم التطبيقية بولاية نزوى، مكن الطلبة من التعرف عن كثب على مدينة نزوى وتاريخها الموغل في القدم. سعيد بن ذيب الهنائي، محافظة الداخلية، ولاية نزوى.